أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اجتماع موسع بمحافظة تعز خلال زيارته للجزء المحرر من المحافظة عن وضع حجر أساس لأكثر من 260 مشروعاً تنموياً وخدمياً ممولاً من السلطة المحلية والحكومة والمنظمات والوكالات الدولية في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والإصحاح البيئي والصحة والتعليم والكهرباء. للمزيد في سياق هذا التقرير. في زيارته الأولى للجزء المحرر من تعز، حاملاً في جعبته الكثير من المشاريع التنموية والخدمية لأبناء مسقط رأسه وللمحافظة التي تسيطر على معظم مناطقها ميليشيات الحوثي الإرهابية، وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي حجر أساس لنصب الشهداء التذكاري تقديراً لتضحية أبناء تعز في تحرير المدينة الوحيدة في المحافظة، ليعلن مع ذلك عما يزيد عن 260 مشروعاً تنموياً وخدمياً. كما يقول مراقبون أن هذه الزيارة التي جاءت بعد عامين من توليه منصب رئاسة المجلس الرئاسي حملت مضامين سياسية وعسكرية، حيث أكد من خلالها المضي في تحرير باقي المحافظة من ميليشيا الحوثي الإرهابية. ومن المضامين السياسية هي تمجيدا في الأحزاب اليمنية والاحتفاء بذكرى تأسيس حزب المؤتمر وسط أحد أبرز معاقل الإصلاح، بعد أن أكد العليم ذاته العزم على إنهاء مظاهر حمل السلاح في المؤسسات المدنية، مما يكشف هيمنة ميليشيات الإصلاح على المدينة بعيدا عن الدولة ومؤسساتها. وأنا أقول أننا سنعطي مهلة 6 أشهر، إذا استمر الأداء بهذه الصورة سنكون مع السلطة المحلية ونكافئهم. ابتداء بالمديرة المديرية وانتهاء بقمة المحافظة. وجهت اليوم اللجنة الأمنية والعسكرية بإخلال المؤسسات المدنية من المظاهر المسلحة. هذه الزيارة لم تفصح عن مهامها الرئيسة، إلا أن المضامين السياسي والعسكري كان الحدث الأبرز في تحركاته بين مناطقها المحررة. وبين هذا وذاك يحاول العليم لملمة مظاهر الفساد والفوضى في المدينة الخاضعة للإصلاح والذي تعمد بقائها في هذه الدوامة لتنفيذ مخططاته. فهل ما أصدره العليم خلال زيارته من التعليمات لتحسين وضعها الأمني والعسكري والخدماتي سيشفع لزيارته أمام عامة السكان، أم أن أهداف الزيارة هي لطبطبة على جراح المستضعفين وشرعنة انتهاكات الأحزاب اليمنية وممارساتها العبثية في المدينة دون وضع حلول واضحة المعالم لمستقبل شكل الدولة في المحافظات المحررة؟